السلام عليكم ورحمة الله كل مشاهدي قناة الشروق، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فن وسياسة. مطربة وصيدلية ظهرت في الثمانينيات وكان ظهورها قويا عبر فرقة عقد الجلاد، مقلة في ظهورها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ولكن بصمتها في الغناء كانت واضحة وكان اختيارها متقن حتى للأغنيات التي قدمتها. أهلا بك كثير دكتورة منال بدر الدين. أهلا بك وأهلا بقناة الشروق لأول مرة، وأهلا ببرنامج فن وسياسة. يمكن من الأشياء اللي بيعرفوها القليلين يعني أنه الوالد كان عنده دور كبير جدا في أنه منال بدر الدين تسلك هذا الجانب وتطغى عليها الأحاسيس الفنية أكثر من المجال الذي درسته، المجال الأكاديمي في الصيدلة. هو حقيقة الوالد طبعا كان من المؤسسين أو الرواد لما يعرف في فترة السبعينات لموسيقى الجاز اصطلاحا، لأنه الجاز هو نمط أو أسلوب بتاع أداء بيتميز عنده مواصفات خاصة يعني. فالناس كانت متعودة في الفترة دي إنه تطلق على الفرق الجماعية اللي بتغني فرق الجاز. أبوي كان بقول له يعني تحية خاصة وتحية إجلال وإكبار، لأنه بجد أنا ما قاعدة يعني طوال، يعني هو بيوالي معي بالنصائح وبالإرشادات يعني طوالي متابع معي حتى مسيرتي الفنية لغاية آخر لحظة، فربنا يديه الصحة والعافية. كان عمل أول فرقة موسيقية في 53، سنة 53، وكانت يعني بمفهوم بسيط باستخدام آلات، هي أكثر الآلات هي طبعا مستخدمة في الجاز زي الجيتارات والكيبورد. في الفترة دي ما كان ماخذ يعني وضعه في الموسيقى السودانية، فالتنشئة كانت الحمد لله يعني البيت كان بيت عامر بالبروفات، عامر بال الإيقاعات الموسيقية، عامر بالصخب، عامر. فالواحد أكيد الجودة بيأثر بعدين فيك، حتى وإن كنت أنت أخذت منحة تاني مثلا في دراستك الأكاديمية والحياة زي ده. فالحمد لله يعني الوالد متفهم جدا، ورغم أنه كان متخوف لدخولي في مجال الفن وكان عنده تحفظات، لكن الحمد لله يعني أنه الواحد لغاية هسه قادر يقدم فن بمواصفات خاصة وبضوابط خاصة. يعني أنا عندي مقاييس خاصة للحاجة، حتى طرحي لأسلوبي الفني بشكل خاص وفي أماكن خاصة يعني. طيب الولوج إلى مجال الفن ما كان فقط التأثر به وبالوالد، ولكن حتى اللونية اللي كان متبعها الوالد عبر معظم الأعمال اللي قدمها عبر فرقة الجاز ذلك الوقت، حتى هذه اللونية اكتسبتها منه وأصبحتي حتى في حال أداء أغنيات الغير تضيف عليها بعض اللمسات والتحديثات على مستوى الموسيقى والأداء واللحن وهكذا. هو حقيقي يعني يمكن الواحد من البدايات الأولى في المدارس يعني كان اهتمامي بتصقله المعلومة اللي باخدها من أبوي، فلأنه كان في الوقت ده هو كان شغال في مع بداية فرقته يعني أضواء بحري دي، كان شغال في المكتب الإعلامي في السفارة الأمريكية، فكان ارتباطه بكل الكتب والمجلات الثقافية اللي بتحكي عن تاريخ الجاز في الفترة ديكي، وبتحكي عن أوائل الرواد في الآلات المختلفة في أمريكا. فالحاجة دي يعني حتى كان في مجلات أنا كنت بتذكرها بالاسم هو كان بيجيبها، وكان أنا عندي هواية أقعد أتصفح وأشوف ده شنو وبسأله بيل ويذرز منه، بسأله كوينسي جونز منه. فكان فأكيد الحاجات دي طبعا لما أنت تكبر وتوعى وتعرف تاريخ الجاز أكيد يعني الحاجات دي أكيد تركت بصمة. ولحد كبير أنا بفتكر إنه أسلوبه هو في موسيقى الجاز أثر فيني في انتقاء الأعمال أو في تنفيذه أو في شكل التوزيع الفني للأعمال اللي أنا بقدمها. طبعا هذا الأمر حدث على مستوى الاطلاع ولا مستوى السمع؟ مستوى السمع، مستوى التنشئة، مستوى تلقي الثقافات، مستوى التطور الفني للموهبة اللي بقت تكبر بداخلي، يعني في عدة عوامل هي اللي ساعدت في الحاجة دي. طيب في ذات السياق جاء الكاسيت الأول لمنال بدر الدين، ابتدأ العمر وكان بداية حقيقية، خطبت بها جمهورك وعبر ذلك اللونية المتفردة أو تلك اللونية المتفردة التي اتبعتها في غنائك، كيف كان ردود الأفعال حول هذا الكاسيت؟ كيف التجاوب الذي وجده؟
هو حقيقي انا كنت يعني معجبه خالص بالالبوم الاولاني اللي هو كان تحت اسم ابتدى العمر، كان بيحتوي على 7 اعمال خاصه لاول مره، يعني حتى شركه الانتاج اللي انتجت الشريط يعني انا بحييهم لانه ما خافوا، كان فيها حس مجازفه طبعا اكيد، يعني ما خافوا من شكل المغامره او الرد الفعل اللي ممكن يتلقاه الجمهور شنو من الحاجه دي. وكان في تجربه ثانيه في الالبوم ده مميزه اللي هي تجربه الملحن الواحد، يعني 7 اعمال لاول مره كانت تجربة ملحن واحد، كانت فكره شويه مختلفه. وكثير سمعت اراء في الصحف وفي الـ في الـ يعني في الندوات وفي جلسات الاستماع انه الستايل ده ستايل غربي، يعني تحديدا كانوا بيقولوا ستايل غربي. طبعا انا الحاجه دي ما كنت برضاها لاسباب كثيره، يعني لانه انا بفتكر انه اختيار النصوص كان سوداني بحت لشعراء كبار معروفين زي استاذ عبد القادر الكتيابي بحييه وبقول له يعني ربنا يمتعه بالصحه والعافيه، واستاذ مختار ضفع الله، استاذ عماد الدين ابراهيم، يعني كانت في اسماء معروفه مينز في مجال الكتابه الشعريه. نعم، فالمفرده كانت مفرده سودانيه خالصه، الالحان هي كانت الحان سودانيه خالصه لكن بفلسفه جديده اللي هي فلسفه شويه التصرف في المقامات الخماسيه باضافه انصاص التون واربعه التون، يمكن الحاجه دي الموسيقيين هم يعني على علم بها، فيمكن ده اللي هو اللي ادى الاحساس، لكن النص كان سوداني، اللحن كان سوداني، توزيع الموسيقي كان سوداني، التنفيذ كان سوداني، والحس الفني اللي كان في الالبوم هو كان سوداني خالص. فأنا يمكن واحده من الناس ما قاعده احب تكرار التجارب او ما بحب ترديد اغاني الغير، لانه انا بفتكر انه الغير وضعوا بصمتهم، واي فنان تاني يعني سواء انا كان قلدت اغنيه بتاعته ولا اديتها ما حاديها احسن منه، لسبب لانه هو بيتفوق عليه بالرياده، هو جابه لاول مره باسلوب خاص، قدر الاسلوب ده يجذبني انا ويعجبني لدرجه انه انا رددتها، فما بعتبر انه التقليد ممكن يضيف للفنان الحقيقي، بالعكس بفتكر انه الناس تصمد في انها تنتج اعمالها الخاصه وتضع رؤيتها الخاصه في الاعمال الخاصه وتثبت عليها. وعندنا تجارب في الساحه الفنيه لحاجات نماذج لتجارب كانت متفرده والفنانين اصروا عليها، زي الاستاذ شرحبيل مثلا، يعني عنده اسلوب خاص وعلى مدى اكثر من 40 سنه او 50 سنه نحن بنسمع نفس الاسلوب، فقناعتك انت وايمانك بالشيء اللي بتقدمه اكيد هي الحاجه اللي بتقودك للنجاح اكيد. جاء ظهور منال بدر الدين في بداية ظهور صوته عبر الغناء الجماعي، بداية عبر كورال كلية الصيدلة جامعة الخرطوم، وفيما بعد كان الالتحاق بعقد الجلاد بعد أن اكتشف هذا الصوت أستاذ عثمان النو. والله الصوت ده تشاكلوا فيه كثير مكتشفين، يعني يمكن أول مشاركة كانت داخل الكلية في داخل الكورال، يعني دكتور محمود ميسر السراج كان عندنا بروفيسور اجنبي زائر الكليه، فعملنا له حفله وداع وانا كنت لاول مره كنا بنغني بالجيتار وبغني اجنبي انجليزي يعني غنينا له، فكان الاكتشاف هنا يعني بدايته. بعد ذاك انا وكلت لي مهمه تاسيس كورال كليه الصيدله في سنه رابعه والمكتب الثقافي يعني تحديدا، وعملنا الكورال واتصلنا بناس محب الموسيقى، يمكن كانت دي بداية المعرفة. وبعد ذاك الأستاذ عثمان النو وباقي المجموعة جو حضروا واحدة من العروض بتاعت الكلية بتاعت الكورال، فبعد ذاك جوني واختاروني بفكرة إنه أنا أنضم لعقد الجلاد، وكنت متحفظة جدا وخايفة من التجربة دي لأنه كان عندي إحساس داخلي إنها يعني يمكن تاخذك من اكاديمياتك كثير، وانا كنت مقبله على سنه خامسه طبعا اوسع من الجماهير في احترافيه اكثر. نعم أكثر. فكان في مخاوف زي دي، فكنت يعني وصلت لاتفاق معهم انه نعمل نشاطاتنا خلال الحرم يعني داخل الحرم الجامعي، اي كليه مثلا عندها اسبوع ثقافي كذا ممكن نعمل نشاطات، لغايه ما جات حلقه التلفزيون واللي هو كان لازم انا اشارك فيها باعتبار أنا كنت عضو مؤسس في المجموعة والصوت النسائي الغنائي الوحيد، فكان لازم الظهور معهم في التلفزيون، يمكن دي كانت الانطلاقة الحقيقية يعني لعقد الجلاد الغنائية.
بالرغم من انه الفرق الغنائيه بتضع بصمتها الواضحه يعني، وفي خاطرنا تجربه فرقه عقد الجلاد وتجربه السمندل وغيرهم، الا انه دائما ما تطل الخلافات براسها معلن عن بدايه انهيار هذه الفرق. ليه تفتكري؟ انا من خلال تجربتي الشخصيه بفتكر انه في تباين كبير بيكون في وجهات النظر، وفي تباين في طريقه التفكير. يعني انا يمكن واحده من الحاجات اللي خلتني اقدم استقالتي للمجموعه كان الزامي بشكل العروض، بشكل نقول شنو، بشكل ملزم. يعني كانت بتحصل اتفاقات لعروض داخل وخارج الخرطوم بغض النظر عن حاجات تانية كثيرة، يعني الظروف اللي كانت محيطة بينا. كنت شغالة في مستشفى خرطوم بحري في الوقت ذاك، يعني كانت في ظروف خاصة مصاحبة للحاجة دي. لكن أنا بفتكر إنه كمان كان في خلاف فكري. يعني أنا كنت بنظر للفن من مفهوم يمكن الهواية، ويمكن ده لأنه المهنة كانت عندها مساحة كبيرة بجواي، وكان عندها التزام يعني لازم أنا أوفيه في نفس الوقت. فاختلفت في المفهوم ده باعتبار انه انا كنت الدكتوره الصيدلانيه الوحيده داخل المجموعه، هم كلهم كانوا دارسين كليه الموسيقى والمسرح، وكان ده زي ما نقول الكارير بتاعهم لقدام، او هم بينظروا فهموا للحاجه دي بشكل احترافي اكتر. فده اول خلاف فكري انا قابلني. انا طبعا ما بعرف باقي المجموعات، لكن انا متاكده انه برضه بيكون اختلافات في حاجات بسيطه زي دي يعني للاسف. طيب اذا استبعدنا فكره الخلافات الشخصيه والمصالح الفرديه اللي ممكن أن تطول برأسها بين الحين والآخر في أعمال الفرق، إذا أتيحت لك فرصة التحاق بأي من الفرق الغنائية الممكن تحس فيها بصمة تميز، هل يمكن لمنال أن تنضم لفرقة؟ هو ما في الوقت ده، لأنه أنا بفتكر أنه بعد يعني تجربتي الجماعية تحت الغناء الجماعي، أنا بعد ذاك اختطيت لنفسي لاين محدد أو أسلوب محدد، وقدرت يعني أضع فيه اسمي، وقدرت أوضح شخصيتي الفنية بشكل يمكن يكون مختلف. فالتجارب الغناء الجماعي مختلفة كثير من التجارب الفردية، فهسي توليت يعني أنه أنا أرجع ثاني لمجموعة غنائية حتى وإن كانت متفردة، لأنه أنا بقى عندي فهم خاص في مشواري الفني. وأنا مساهر بفتش في خيوط الليل عجاب رسمك، وسطر كلمتين حلوين حلوين حأرجع منال. في سياق مختلف وليس ببعيد عما نتحدث عنه، دائما ما تكون جدلية النوع حاضرة في اختيارات الأعمال الفنية المختلفة، يعني هذا يناسب امرأة وهذا يناسب رجل، هل تضعي هذا الأمر في بالك كثيرا وأنت تختاري هذه الأغنية بتحسي أنها ممكن تناسب أداء نسائي إذا جاز التعبير؟ هي في بعض النصوص بتكون
كاتبة شاعر رجل وفيها إحساس المرأة. يعني أنا ما أكذب عليك، في بعض النصوص الفنية اللي لاقتني بحس إنه أنا ممكن أعديها، يمكن لأنه بتطرق قضية معينة بتمسني أنا، فما بفتكر إنه التأنيس أو التذكير ممكن يكون عائق في إنك توصل فكرتك أصلا. وكمان في نفس الوقت في ناس تانية مثلا بتكتب نصوص شعرية بتكون النص ذاته بيكون فليكسيبل، طيعي انك ممكن تستبدل مثلا الخطاب للرجل بخطاب للمرأة بحيث انه يكون ده احساس المرأة او صوت المرأة او يكون قريب من الاحساس اللي انا بحسه. لكن انا ما قاعدة اقف عند النقطة دي كثير، يعني انا بهتم بالفكرة الاصلية للنص دائما. طيب هذا فيما يخص الاداء، فيما يخص المواصلة في المسيرة الابداعية، يعني يمكن تكون المرأة محاطة بكثير من التعقيدات المجتمعية والأسرية وكثير من الالتزامات، وإذا وضعنا التزامات الأسرية بالتأكيد حتكون في أولوية اهتماماتها أو اهتماماتها، لذلك نجد أنه أي تجربة نسوية إبداعية تتعثر كثيرا بظروف الأمومة وغيرها من الالتزامات تجاه بيتها. كيف استطعت أن تحدث الموازنة بين هذا الالتزام وذاك؟ هي حسابات بسيطة، يعني اليوم فيه 24 ساعة وانت قد تكون امرأة عاملة، يعني الفنانة قد تكون امرأة عاملة وقد تكون ربة منزل، وفي الحالتين التزاماتك كبيرة. يعني اذا انت ربة منزل عندك التزامات منزلية كثيرة تجاه نفسك، تجاه بيتك، تجاه اسرتك، تجاه الاطفال، تجاه مستقبل الاسرة، يعني في التزامات كثيرة. اذا انت عاملة برضو عندك التزامات مهنية وعندك التزامات تطوير مهنتك بالإضافة لوضعك في المنزل، فأكيد يعني الحمد لله العبء على المشاركة النسائية لو كانت فنانة كبير شديد، ومسألة إنك تقسم الوقت من أصعب الحاجات. ليه؟ لأنه يمكن أنا تجربتي شوية مختلفة، يعني أنا دخلت تجربة الألبوم الأخير أنا بجهز للألبوم 3 شهور، ودخلت استوديوهات الألبوم ده أخذ سنتين يعني لغاية ما جهز بالشكل المرضي لي والمرضي للجروب اللي كان شغال معي. فأنت بإمكانك تتخيلي يعني زحمة الزمن ووازنته مع باقي الالتزامات والأسرة ذاتها بالمناسبة بتتحمل معك، يعني الأسرة ذاتها بتتحمل انفعالاتك وقلقك وتوترك، يعني فالحاجة دي يعني بس توفيق من رب العالمين. طيب كان عندك تجربة في الغناء للتراث والفلكلور السوداني، ومعروف طبعا للجميع أن السودان ثر بكل أنواع التراث في مختلف مناطق، وتحمل كل منطقة بصمة محددة وخاصة بها. كان عندك تجربة الغناء لشمال السودان أو غناء الشايقية تحديدا؟ الشاقية عملت معهم من خلال الإيقاع، يعني أنا من أشد المعجبين بإيقاع الدليب، بفتكر إنه إيقاع عبقري يعني بكل ما تحمل مواصفات الموسيقى لهذا الشكل من أشكال الإيقاعات. فالحمد لله إن السودان هو متفرد ومتميز بالإيقاع ده، وإيقاع بيتقبل أي قوالب غنائية داخله، إيقاع بيتقبل أي تصورات أو تطوير للحن الفني، بيتقبل أي أشكال التوزيع، فبيديك في النهاية منتوج فني أكيد يعني فيه ثراء. يعني هل كان هو البحث عن الإيقاع الأكثر شعبية ورواج ما بين الناس، ولا السعي للحفاظ على تراث منطقة معينة وتأكيد إيصالها للجميع؟ هو طبعا في جدل كبير داير حول انه شنو اللي بيحكم العمل الفني، هل هو الايقاع ام اللحن؟ يعني من بدري الكلام ده يمكن الناس بتتناقش فيه، وحاول اتصل فيه لحد فاصل، وللاسف يعني ما قدرنا. يعني دائما بتحسي مرات انه الايقاع هو المسيطر، في بعض الاحيان بتحسي انه اللحن هو المسيطر، يمكن ده لانه مرتبط بين احنا تبايننا في الثقافات، مرتبط بانه الاغنيه من غرب السودان بتختلف في مواصفاتها من الاغنيه في شرق السودان، في جنوب السودان، او في اغنيه الوسط حتى. فالزخم الايقاعي والزخم اللحني انا بفتكر انه احنا ميلاننا اكثر للايقاع، يعني احساسنا اكثر بالايقاع اقوى من اللحن. لكن
ده بشكل اختلاف، بشكل تباين، بشكل ثراء، يعني ما بالعكس، ده إضافة للموسيقى.
يمكن ابتدرنا حوارنا معك بملامة غير مباشرة بأنك قليلة الظهور عبر الوسائل الإعلامية، وهناك ملامة دائمة ما بين المبدع وما بين الجهاز الإعلامي المختلفة بأنه يظل المبدع متمسك بفكرة أنه الإعلام تجاهله، وتظل الأجهزة الإعلامية متمسكة بفكرة أن المبدع نفسه هو قليل الظهور، قليل التقديم للأعمال الجديدة، يقدم نفسه على استحياء وهكذا. أين ترى السبب المباشر لاختفاء منال بدر الدين معظم الأوقات؟ الإعلام عموما سواء كان صحافة أو تلفزيون أو إذاعات، أنا بفتكر يعني أنا يمكن واحدة من الحاجات اللي بتحد ظهوري المتكرر في الأجهزة دي وعبر المنافذ اللي أنا قلتها دي، يمكن اهتمامي بنوعية ما أقدم. يعني ما بكون مستعجلة إنه أقدم أي عمل فني، ما بكون مستعجلة إنه أقدم 6 ألبومات في السنة مثلا. ما يعني الحاجة دي بتعتمد على نوعية اللي أنا بقدمه، إحساسي بالعمل الفني ورضاية التام بإنه هل الحاجة دي وصلت للشيء أنا ممكن أطلعه للجمهور ولا لا. ده سبب بأخر، بالإضافة للأسباب المحيطة يعني بالموضوع الزمن وتقسيم الوقت اللي قلناه قبل، بالإضافة لشوية كسل بالإضافة لكن أنا بفتكر إن الأجهزة الإعلامية ما عندها مشكلة، ممكن تتقبلك تستوعبك في أي وقت. المشكلة في إنه أنت كيف تصل لمرحلة الرضا عن العمل الفني اللي أنت عايز تقدمه للجمهور، دي المسؤولية هنا. بس كانت في هوايات أخرى غير الغناء ظهرت عبر أداء مسرحي ومشاركة مسرحية عبر مسرحية نبتة حبيبتي، وهنا ظهرت منال بدر الدين بوجه آخر مختلف على جمهورها. نتكلم عن هذه التجربة. يمكن تجربة نبتة حبيبتي سبقت عقد الجلاد، يعني ظهوري على خشبة المسرح سبق عقد الجلاد، وحدثت المشاركة عن طريق المصادفة. يعني أستاذ مكي سنادة اتصل بواحد من أقربائي وكان بيفتش على ممثلة، لأنه طبيعة المسرحية كانت مسرح استعراضي، فكان لازم من زول يكون بيعرف يؤدي أداء درامي وفي نفس الوقت بيعرف صوته يكون كويس، يعني عشان يقدم العمل الاستعراضي ده بالشكل المطلوب. وبعدين ما تنسي كان مشاركني الأستاذ شرحبيل يعني في دور فارماس، هي كانت مفاجأة بالنسبة لي، وأنا رفضت وتهيبت التجربة وقلت لا ما حاخش في حاجة زي دي، لكن يعني ناس البيت شجعوني قالوا لي ما حاجة يعني صعبة، هي تجربة حتكون جديدة لك. شكل العمل الفني المسرح الاستعراضي كان هو شكل جديد، المسرحية ذاتها كان بيتكلم عن تاريخ السودان، يعني كانت لامة بين التراث وبين التاريخ، فهم بيفتكروا المشاركة كانت بتسد يعني الإشكال اللي هو غياب ممثلة معينة في تلك الفترة، فما كان عندهم مانع فمشيت. طبعا شعور رهيب لما تطلع المسرح لأول مرة ويفتح الستار وتلقي فيه 600 وش بعينه ليك، يعني أنا جاتني لحظة كده حسيت إنه حتى دقات قلبي في الميكروفون أي زول سامعها. يعني كانت لحظة صعبة شديد، وصعبة ليه؟ لأنه يمكن أول لحظة أنا أقف فيها في المسرح حتى قبل الغناء، فكانت حاجة صعبة شديد، وقدامي ناس عمالقة ما تعرفت بهم إلا قبل نص ساعة، يعني أستاذ إبراهيم حياز، أستاذ عوض صديق الله يرحمه، يعني حاجات أسماء نيمز، وأنا زولة كده صغيرة كده جابوها بس قال لي أخشي في دور سالي بدفو حمر. الحمد لله المسرحية نجحت واشتغلت الدور على أكمل وجه، وأستاذ مكي سنادة وعوض صديق والناس اللي كانت حوالين المسرح بكت، يمكن فوجئوا بالأداء، يعني بكوا لأنه ما كانوا متخيلين إنه غياب الممثلة في الوقت ذاك وإنه أستاذ مكي يجيب لهم زول يسد المساحة دي، وما كان مكلمهم، يعني هو تصرف براه وجاء عمل البروفات معي في البيت. كان انا عندي بقول لي يعني انا خشبت المسرح ما بعرف هي ممكن تكون فيها سلالم شكل الحركه المسرحيه، انا زولا ما دارس الحاجه دي، فكان بيقول لي انا بوريكي اعملي كده. فلما جيت المسرح الناس طبعا اندهشت من الاداء، اندهشت من الاتقان، من الحفظ، من الصوت، من حاجات كثيره. فالحمد لله يعني كانت سجلت نجاح كويس شديد. طيب مسرحيه نبته حبيبتي نقدر نقول عمل يتيم يعني ما في المسرح؟ نعم في المسرح. لماذا لم تكرر هذه التجربة مرة أخرى؟ شوفي أنا قاعد أحب المسرح التاريخي شديد، يعني
يمكن بعد ذاك حصلت مشاركة درامية تلفزيونية في فيلم اسمه المسيد، كان بنفس النسق يعني، كان بيحكي برضو عن تاريخ الصوفية في شمال السودان، وكان يعني فيلم جميل. فلكن تجربة المسرح تجربة مخيفة يعني، تجربة رهيبة يعني، لذلك سمي بأبو الفنون. أكيد أكيد. طيب كيف كان تقييم النقاد لهذه التجربة؟ يعني أنت كلمتين عن إحساسك الخاص بالعمل في المسرح، إحساس المحيطين بك، من دربوك على هذا العمل، ولكن النقاد بالتأكيد لديهم رأي آخر مختلف وموضوعي كمان. شفتي، أنا بفتكر أن المسرحية دي اتظلمت لأنه ما شفتها توثقت يعني، دي يمكن حاجة من الحاجات المحزنة، أنه عمل بالضخامة دي وعمل بكل المواصفات الجميلة يعني، المفروض تكون هي إرث وهي شيء موضوع في تاريخ المسرح السوداني، ما توثق لها يعني، ما تصورت. يمكن أنا بتكلم عن العروض بتاعت المسرح تحت الصداقة اللي هي أنا شاركت فيها، لأنه بعد ذاك تمت عروض تانية خارج السودان في العراق أفتكر، أنا ما كنت مشاركة في نفس الدور، كان في زول تاني بدلي. فالحمد لله الناس كانت مبسوطة وكانت مستغربة إنه دي ممثلة جديدة جبتوها، دي شنو، لكن الدور كان مقنع، وأنت كفنان بتحس الحاجة دي من انفعال الجمهور، من التصفيق، من يعني الناس كانت مبسوطة بشكل الأداء، كانت راضية تماما. فأنا بفتكر إنه كان رأي واضح يعني، الجمهور كان عجبته شديد المشاركة، وده القياس الحقيقي للرأي. أكيد طبعا. أكيد. بعدين هو قياس حقيقي لأنه قياس لحظي يعني، في لحظة أنت ما حتمشي وحيكتب بعد ذاك عنك، لكن أنت في نفس اللحظة اللي أنت بتقدم فيها الشكل الدرامي بتلقى رد الفعل طوالي، فكان صادق جدا يعني. بحبك حقيقة، شعور احتواني، شعور امتلكني من أول ثواني. بحبك حقيقة، شعور احتواني، شعور امتلكني من أول ثواني. في لحظة رأيتك تأكد هويتك، نسيت العذاب، تلاشى ظنوني، شكتك بتمسح هموم الليالي، بتنظم قوافي تقول عيونك. عشقتك حقيقة برغم احتمالي، صدق عذابي شجونك هواك. Yeah.
دكتورة منال بدر الدين، سعيدين جدا بحديث مختلف اليوم عبر قناة الشروق، حديث يجمع ما بين الفن والسياسة. شكرا لك كثير. تسلم إن شاء الله. شكرا لك. كنا في حوار الفكري والفني والسياسة مع طبيبة صيدلانية دكتورة منال بدر الدين. تناولت في تجربتها الغنائية الغناء لجميع بقاع السودان، تغنت إلى جنوب السودان وبقاعات إفريقية، وتغنت لغرب السودان وشرقه وشماله. كان حوارها بثبات وثقة العارف بأمور الفن، وجاءت أمنياتها بدوام سودان موحد ومتقدم. ريادة الشعب طالقة هنا الشامة في جوف معروسة، كيف نقفل الباب بين المسام والروح نيرانها بهامة، كل ما أطفيها ألقاها علامة، كل ما أطفيها ألقاها علامة. زي الأسد يقتل ما بمشي بخفة، فيه القوى معدول رويا مضعفة، نبع الحنان والريح في قلبه ما قفة، ريت بحر هالدار والإلفة هالضفة، ريت بحر هالدار والإلفة هالضفة. كيف إن أقول لهم قلبي اللي بحب حنة، بيهم شغل بالي وعقلي السليم